مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبة هولنا مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أسبوعية جديدة من برنامج الحالمة والذي نسلط من خلاله الضوء على العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز نبحثها ونناقشها مع المسؤولين والمعنيين لنستمع إلى ردود وإيضاحات بشأنها نطوف تعز لنتعرف على طبيعتها وما تجود به الأرض من خيرات كما سنتوقف وإياكم على إبداعات في مجال النحت والتشكيل فكونوا معنا تشاهدون في هذه الحلقة مخاوف من علاجات مهربة ومجهولة تغرق السوق المحلي بتعز والشارع يطالب برقابة صارمة على مبيعات الأدوية في الصيدليات في موسم جني الطماطم بأرياف تعز المرأة الريفية شريك فاعل في العمل والإنتاج الزراعي فن النحت على الأخشاب إبداع لكل ما يناسب الذوق بمختلف الألوان والأشكال مرحبا بكم من جديد نستهل حلقتنا برصد موجز وسريع لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز في أسبوع وقعت السلطة المحلية بتعز بروتوكول التعاون والشراكة بينها وبين مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية وتهدف هذه الشراكة التي تأتي بدعم الجمعية الكويتية للإغاثة إلى تنفيذ مشاريع في مجالات تحسين سبل العيش في تعز وتمكين الشباب من خلال دورات تدريبية في المجال المهني أقامت المنظمة الوطنية للتنمية الصحية نهاد حفلاً سنوياً بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقتها وفي الحفل الذي احتضنته قاعة المختبر الوطني بمستشفى الثورة العام وحضره أطباء وعاملون في المجال الصحي ألقيت العديد من الكلمات عبرت في المجمل عن أهمية الدور الذي تلعبه المنظمة في مجال الصحة والتنمية بمحافظة تعز مشيرة إلى أن أهمية عمل المنظمة تتزايد في هذا المجال لا سيما في مثل هذه الظروف التي تعيشها المحافظة مشاهدينا تعد انتشار قضية الأدوية المهربة أو تلك التي يتم بيعها في الصيدليات من القضايا التي تؤرق المواطن في تعز ويشكو الكثير من إغراق السوق المحلي بكميات كبيرة من هذه الأدوية التي يقولون إنها تمثل خطرا يتهدد صحة الجميع في هذه المحافظة متسائلين عن دور الرقابة وجهود الجهات الحكومية في مكافحة هذه الظاهرة ما كان يبحث عنه المواطن في تعز كحق من حقوقه في الحصول على العلاج والدواء من الدولة بدأ أن هذا الحق بات يتراجع بحكم الأولويات ليتحول هذا المطلب إلى مناشدة يوجهها الشارع في تعز للجهات الحكومية وفي مقدمتها السلطات الصحية لتدخل وحمايته بعد إغراق شركات تجارية بعضها غير معروفة لأسواق المدينة بصنوف من الأدوية لا عد ولا حصر لها أصبحت بلادنا مكب لكل أنواع الشركات التي تصنع إنتاج العلاجات وتجد أنواع مختلفة للصنف الواحد بالعشرات والأسعار متفاوتة ولا عدد من أين العلاج السليم من الغير السليم من العلاج الصحيح أو الغير الصحيح بالنسبة للمستشفيات الحكومية لا يوجد فيها علاجات كافية محتاجة للمرضى فيخرج المريض إلى الصيدليات خارج المستشفيات يأخذ من العلاج فهناك أصناف من العلاج وصناعة شرائح مختلفة والبعض الآخر مهرب تهريب أكثر ما يثير مخاوف الشارع في تعز هو عرض بعض الصيدليات ومخازن الأدوية لعلاجات هي في حكم المنتج منتهي الصلاحية
وذلك لأسباب تتعلق بتوريد الأدوية بطرق مخالفة للمواصفات الطبية والصحية، وأهمها تهريب الأدوية للأسواق وعدم مراعاة هذا الأسلوب لقوانين نقل وتخزين العلاجات في أماكن ملائمة، وبما يضمن عدم تعريضها لأشعة الشمس. وضعنا الحالي قد يضطر إنه واحد يجيب أدوية مهربة يعني غير رسمية لعدم توافرها. هناك أدوية رسمية معتمدة وكلاء رسميين، وهناك أدوية جديدة خاصة في هذا الأوضاع شركات كثير، وما يعني ما أدري هل إنه صح أو إنه معتمد أو لا. وإذا كان البعض ينظر إلى مسألة تعدد المنتجات الدوائية للصنف الواحد باعتبارها من الأمور الجيدة التي تتيح تنافس الشركات التجارية، وبالتالي تقديم عروض متفاوتة تناسب القدرات الشرائية لجميع الفئات، فإن آخرين يعتبرون دخول شركات وهمية في تجارة الدواء سبباً في إغراق السوق بالأدوية الرديئة ومرده إلى ظاهرة انفلات تجارة الأدوية. الصنف الواحد له أكثر من 30 بديل، 40 بديل، 50 بديل، وهذا الموضوع أيضاً سبب ضغط على الأطباء. كمية الأدوية وعدد الوكالات التي تدخل اليمن بلا عدد وبلا شبه عشوائية، وكأن الوزارة قصدها تحصيل رسوم فقط من كل تاجر، وهذا سبب كثرة الأسماء في اليمن لدرجة أنها عدد الأسماء الأدوية في اليمن يفوق الأسماء في دول الخليج بأربع أو خمس مرات. ما يجدر الإشارة إليه أن الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد وعدم فاعلية مؤسسات الدولة هو ما يسهم في ازدهار تجارة الأدوية بشكل عشوائي، وهو ما يعتبره الشارع في تعز خطراً يتهدد حياته وصحته، ويطالب الجهات المعنية بالتصدي له والوقوف أمامه بحزم وقوة. ولمناقشة هذا الموضوع نرحب معنا بالدكتور عبد الرحمن الدربي مدير إدارة الرقابة الصحية بتعز. أهلا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا. المواطن يشكو إغراق السوق المحلية بتعز بالأدوية بمسميات مختلفة، ويخشى من طغيان وتأثير النوعيات الرديئة على الجيدة وبالتالي الخشية على صحته. أولا، ماذا عن آلية الرقابة التي تتبعونها على سوق الأدوية في تعز، وما تفسيركم للمواطن من هذا الكم الهائل من المسميات للأدوية؟ بالنسبة للأدوية، فالأدوية تنوع الأدوية وعدة أنواع الأدوية هي اللي تقصدوها بدائل الأدوية، فهذه البدائل تتيح فرصة للمواطن وأيضا أنه لمالك الشركات أنهم يراجعوا حساباتهم بخصوص الأسعار، لأنه لما يحتكر الشركة تحتكر الصنف ودخلت بدائل مماثلة لها بأسعار، فهي تكون مصلحة المواطن. كلما زادت الأصناف كلما كانت الكمية بالأسعار أقل للمواطن، مصلحة المواطن. لكن حتى في حال انتهاج سياسة السوق المفتوح لإتاحة التنافس التجاري بين الشركات، ألا توجد معايير ومقاييس ضبط الجودة لإجازة دخول الأدوية التابعة للشركات ذات العلامات التجارية المميزة ومنع الرديء من الوصول إلى الأسواق والصيدليات؟ هو بالنسبة للأدوية لا يوجد سوق تجاري مفتوح، هي ليست بضاعة كقطع غيار أو كمواد غذائية، هي أدوية لابد أن تمر عن طريق الهيئة العليا للأدوية وتخضع لمعايير ورقابة دوائية تحت مختبرات مقاييس ومعايير، ولابد أن تمر عن طريق بتصريح من الهيئة العليا للأدوية برقم تشغيلها وبكل شيء، يعني ما تمش مجزية القيادة. لكن خشية المواطن تزيد من انعدام الرقابة خصوصا في ظل الأوضاع التي تعيشها المحافظة، هل الرقابة منتظمة ومدى تأثير هذه الأوضاع على عملكم أنتم كإدارة رقابة؟ والله نحن نعمل بالإمكانيات المتاحة، خاصة في الظروف هذه نعمل بالإمكانيات المتاحة لنا، ونعمل دورات كل شهرين كل ثلاثة شهور دوريات على الصيدليات وكذا،
قمنا بضبط بعض الأدوية المهربة، وقمنا بعمل لها محاضر إتلاف، وبالتنسيق مع النيابة العامة، عضو النيابة العامة، وقمنا بإتلافها، وعملنا لهم التزامات أصحاب الصيدليات بعدم بيع، ولكن نتمنى أن يكون في هناك نكون كلنا تحت مظلة واحدة، الجهات ذات العلاقة وأيضا خفر السواحل البرية والجوية والبحرية، لابد أن يكون كلنا يد واحدة ونعمل بقدر المستطاع أن نتلافى هذه الظاهرة. نعم، أشرت تم ضبط أدوية مهربة، وهل اكتفيتم فقط بأخذ التزامات من قبل أصحاب الصيدليات، أم أن هناك عقوبات رادعة لعدم تكرار هذا الفعل؟ لا، نحن بالبداية نبدأ نأخذ بالظروف الحرب حاليا، لأنه كانت طبعا تعز، أنتم كانوا تعرفون أن تعز كانت محاصرة، فأغلب المؤسسات الدوائية ذهبت انقلت إلى إب والقاعدة وغيره، فكان في نقص في الأدوية وكذا، دخلت أدوية، فنحن قمنا بضبطها وعملنا لهم التزامات على أساس أنه بعدم التكرار، في حالة التكرار نحيل لهم إلى النيابة جهة الاختصاص. البعض يتحدث أيضا عن أدوية تتبع شركات تجارية وهمية، ما دور الرقابة في التعرف على هذه العلاجات والكشف عن هذه الأدوية مثل هذه الأدوية في الأسواق؟ نحن طبعا على تواصل دائما مع الهيئة العليا للأدوية، ولدينا قائمات بالأدوية المسموحة بدخولها، ومعروفة أي صنف يدخل غير مسجل بالهيئة العليا للأدوية يعتبر مزور ومهرب، نقوم نحن بضبطه بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية. بمعنى أن الأدوية الموجودة الآن حاليا كلها معتمدة من قبل الهيئة؟ معتمدة من قبل الهيئة، ولكن في بعض أصناف تجي، يعني مثلا نحن مسكنا بعض أدوية حكومية تمنع بيعها في الصيدليات، مثلا زي أدوية البيثيدين، البيثيدين هذا ممنوع بيعه، يصرف في المستشفيات فقط، فقمنا بضبطه وتم استعاده إلى المكان اللازم المفترض أن يكون موجود فيه، يعني في سند مخزني وردناه في المستشفيات وكذا. كيف تجدون التجاوب أصحاب الصيدليات بالإجراءات التي تتخذونها؟ هل هناك تجاوب وهل قلت هذه الظاهرة؟ لا، بالنسبة للتجاوب في تجاوب بعض الصيدليات، ولكن نحن بطريقتنا طبعا وتعاملنا مع، لابد أنه خاصة في الظروف اللي تمر بها تعز نحاول أنه تمام ما نضغطش بالله، والحمد لله الأمور ماشية تمام. هل هناك مناشط كفعاليات تثقيفية وتوعوية يمكن من خلالها إرشاد المواطن للتعامل مع الأدوية التابعة للشركات الموثوقة من قبلكم أنتم في دائرة الرقابة؟ هل هناك فعاليات تثقيفية قمتم بها، ورش توعوية للمواطنين؟ عملنا طبعا ورشة، عملت مع ورشة لعملية صرف المضادات الحيوية العشوائية، طريقة صرف العشوائية لأنها بد أن تكون بوصفة طبية. فعلت ورشة بالكلام هذا، وحضر نائب وزير الصحة ووكيل المحافظة رشاد الكحلي، وعملنا ورشة، بس محتاجين لدعم، ونحن ناشد محافظ المحافظة والسلطة المحلية بأن يدعموا، نحن حسنا نقوم بالمهام الموكلة لنا على أكمل وجه. مسألة الأدوية وظاهرة الغش فيها موجود، لكن لم تحظى هذه الظاهرة باهتمام من قبل الجهات الرسمية، لماذا برأيك؟ والله أنا بالنسبة أقول لك، أنا نحن عملنا في جميع النقاط، عملنا ببعض مداخل المدينة مندوبين يتبعوا مكتب الصحة، وخاصة في نقطة في نادي الصقر، بس للأسف الشديد بعض النقاط في نقطة الهنجر، وبعض النقاط انهم يعني ياخذوا الادويه ونسمع انها رجعت الى اصحابها، المفترض انها يتعاونوا معنا يسلموها الى جهات الاختصاص، ونحن نقوم باتخاذ الاجراءات. العلاج هو خدمه وليس سلعه، ما الاصل في تجاره الادويه من قبل الشركات؟ هل تقديم الدواء كخدمه وعلاج ام كسلعه؟ بالنسبة أنا لي أشوف أرى أنه التجارة الأدوية هي أساس المفترض أن تكون، أن يكون من تاج الأدوية أن يكون، أن يراعي الضمير والجانب الأخلاقي والإنساني، ولكن أراها الآن حاليا التجارة تعتبر تجارة الأدوية أصبحت سلعة وليست هذا هو الواقع.
أيوة هذا الواقع. هل من مناشط أو فعاليات أو أدوار أخرى تقومون بها في إدارة الرقابة إلى جانب الدور الرقابي يعني على الأسواق والأدوية فيها؟ نعمل دورات فقط كل من حين لآخر، نعمل كبسات فقط للصيدليات بشكل مفاجئ بشكل مفاجئ ولدينا مندوبين أيضا في مديريات، رؤساء أقسام بكل مديرية، مديرية القاهرة ومديرية الصالة ومديرية الثقل ومديرية الدار، لدينا مندوبين وعلى تواصل معهم. مديرية الأرياف؟ الأرياف أيضا على تواصل معهم، وأي أصناف تدخل مزورة أو مهربة أو ممنوعة من الهيئة العليا للأدوية نعمل لهم تعاميم ونبقى نتابعهم بسحبها من السوق. تمام، ولكن نتمنى أن الهيئة العليا برضو أن تضبط تجار الأدوية في المنافذ خارج المدينة. أيوة. يعني قبل وداخل المدينة برضو لا بد من تعاون، هي العليا أشوفها مقصرة كثير، هناك تقصير يعني أيضا تجار الأدوية لا مبالاة، يعني لما يكون الشخص ليس صيدلاني عبارة عن تاجر، أشوف أنه يقومون ببيع الأصناف إلى المواد، تجار المواد الغذائية يعني زي البراستامول، المينفيناك، الديكلوفين، وهذه كارثة. يعني المرأة لما تروح الدكان تستخدم ديكلوفين ولا ذا يأثر على الجنين، يأثر. فنزلنا أيضا على المواد الغذائية، وهذه مسؤولية من تقع في النهاية؟ والله مسؤوليتها المفروض التجارة والصناعة كانت المفروض أن يقروا بعدها كذا، بس أنا طبعا بمجهودي الشخصي نزلت إلى تجار المواد الغذائية وسحبت الأدوية وأخذت منهم تعهدات وألزمتهم أنه بإعادتها إلى جميع المؤسسات الجملة، وألزمت مؤسسات الجملة بعدم بيع أي صنف إلا لمالك صيدلية، دكتور صيدلاني حاصل على ترخيص من مكتب الصحة والسكان، غير كذا. الدكتور عبد الرحمن الدربي مدير إدارة الرقابة الصحية بتعز، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. مرحبا بكم من جديد. في مثل هذا التوقيت من كل عام يحل موسم جني الطماطم، المحصول الذي تشتهر تعز بزراعته وإنتاجه على نطاق واسع. ولجني ثمار هذا المحصول من الخضروات تقاليد زراعية تشارك فيها المرأة الريفية إلى جانب أخيها الرجل، نتابع. وقفنا على الخير وقد جاد العطاء وأينع المحصول وحان وقت القطاف، كنا على الموعد وهو ما مثل لنا فرصة للنظر والتأمل في اخضرار الأرض وغنى المحصول وما يمثله هذا الإنتاج الزراعي من أهمية في إمداد سكان تعز وبعض المحافظات وتغطية احتياجاتهم من الخضروات. جئنا على موسم جني نبتة الطماطم، وفي الحقول الزراعية بريف تعز ما يسر الناظر وقت جني المحصول لهذا النوع من الثمر. ثمار الطماطم التي تدهشك بحجمها الكبير ويسحرك رونقها، وقد تشكل لونها بين ذلك المحمر وما ازدان بالإصفرار ومال إلى لون الذهب. يتم الجني قلنا بعد شهر ونص من الزراعة، زراعة الأرض المستديمة يسمونها، فنجنيها وعد الثمرة تكون عادية إصفرار ما تكونش حمراء كامل. حقول تعز الزراعية ألحان الحياة، فالجميع هنا يعمل في جني محصول الطماطم البلدي، جني نبتة صغيرة يتطلب العمل فيه كثير التركيز، بحيث ينصب عمل المزارع والعاملات من النساء الريفيات على الجني بطريقة سليمة يتم فيها تصفية الأنساق بشكل كامل وبطريقة تراتبية. الجني يتم على مراحل، كل 5 أيام نقوم بعملية الجني، الجني يكون من البداية، من بداية الخط حتى نهاية الخط. في هذه الحقول يغني الجميع على وقع الإنتاج الزراعي بعد عناء طويل، تتضافر الجهود ويسود العمل الجماعي، وأكثر ما يلفت النظر شراكة المرأة الريفية للرجل وتقاسمها عمل الحصاد وجني ثمر الطماطم، وهو ما يعطي للتعاون والعمل في الحقل
معناه الحقيقي. تمسك خطوط النساء، كل خط مسكوه 2 جناين. بنفس الوقت الجن يكون بشكل سليم، ما تكسرش الشجرة، ترفعها بشكل خفيف جدا، تقني الثمار الناضجة فقط، تعيد الشجرة زي ما كانت في السابق على أساس ما تصابش باللفحة، في لفحة الشمس تأثر على الثمرة. يتم جمع كل ما تم جنيه من هذا المحصول إلى السلال الخاصة بجمع هذا النوع من الخضروات. وبجانب الحقل يتولى عامل عملية فرز الطماطم، بحيث يتم وضع النوع الكبير في سلال والصغير في أخرى، ورمي التالف إلى مكان مخصص له. أولاً يتم جمع المحصول لسلال أو شيء لبوالد، بعدين من البوالد للسلال يجهزها تمام، يعمل عملية تدريج للثمار ثم ينقلها للأسواق. يجد محصول الطماطم طريقه بعد الجني إلى أسواق مدينة تعز وأريافها، إضافة إلى الأسواق في المحافظات المجاورة. في معنا أسواق في سوق في النشمة، في معنا سوق في الحوبان، في ممكن أسوق إلى عدن، أسوق إلى مناطق اللي هي قريبة منك. تصل ل 5000، 6000، 7000، وتجي ما يستفيد عنه الرعوي. تزرع الخضروات ومنها الطماطم في مناطق واسعة من تعز، وبالذات في المناطق التي تتوافر فيها التربة الخصبة وتتميز بغزارة المياه. عندنا مثلا بالضبط دوم الحجرية بالكلائبة بجهة النخاء بالجمنة كل حال. زراعة الطماطم يزرع عادة فصل الشتاء، لكن في اصناف الان ممكن تزرعها في فصل الصيف مثل صنف صاروخ هذا الجديد. تواجه المزارعين في مناطق زراعه نبته الطماطم بعض الصعوبات والتي تعيق عملهم وتؤثر على الانتاجيه. يكون هناك عندنا مثلا انا اقول لك تسويق، مخازن تبريد، مصانع تغليف، الى ببوار تستفيد، لكن ما فيش. يعد الطماطم واحداً من محاصيل زراعة الخضروات في تعز، والتي تشتهر بإنتاج صنوف مختلفة إلى جانب الخضروات مثل الفواكه والحبوب. مهنة النحت على الأخشاب من المهن الإبداعية بالنظر إلى أنواع التشكيلة والزخارف الجذابة التي ينتجها العاملون في هذا المجال. في الفقرة التالية سنتعرف على محل عالم النحت الكائن وسط مدينة تعز والمختص ببيع المنحوتات من مجسمات وميداليات ونماذج مختلفة تحظى بطلب كبير. كرسيان للجلوس المتقابل وجها لوجه، هذا ما يتبدى عند النظر لهذه الصورة أول الأمر. والحقيقة أن الكرسيين المرئيين هما مجرد جزء من نماذج تحف فنية لأعمال النحت على الأخشاب في أحد المحلات المتخصصة في هذا المجال بتعز. نقوم بعملية النحت على جميع الأخشاب، الأخشاب السويدي، أخشاب الأبلكاش، الماليزي. أكثر عملائنا محلات الديكورات، ثانياً أصحاب المناسبات اللي هو الحفلات الكوشات. يقدم هذا المحل الذي هو جزء من ورشة متكاملة أعمال فنية غاية في الإبهار والجمال، ويعرض بعضاً مما يبدعه مصممه في النحت والنقشات الخشبية والهدايا الرمزية التي تناسب مختلف المناسبات كأعياد الميلاد وحفلات الخطوبة والزواج والتخرج وغيرها. معانا برضو من أنواع من النقشات ثيمات التخرج للحفلات والأعراس والمناسبات، يعني جميع من النقشات دي.
يعتمد العمال في هذه الورشة على آلات خاصة للنحت، وذلك عن طريق إسقاط التصاميم التي هي من وحي الخيال أو تلك التي يطلبها العملاء أو عن طريق النت، وذلك للوصول إلى عمل إبداعي يخرج إلى الواقع عن طريق ألواح خشبية، هي عبارة عن تشكيلة على هيئة أشجار أو أسماء كلفظ الجلالة مثلا أو أشخاص، أو على هيئة ديكورات ومنمنمات وخلفيات تتناسب وما صنعت لأجله. التصاميم يعني بعضهن من النت ونسوي لها إضافات، وبعضهن من الخيال، نرسم على أوراق ثم نطبعهن بالكمبيوتر ونشتغلهم على الآلة. تتم عملية النحت أولاً برمجياً، نقوم بعملية الرسم ببعض البرامج اللي هي عملية برامج الرسم مثل الأوتوكاد مثل الستريتور. يستمد النحت على الأخشاب إيحاءات من فنون الزخرفة الإسلامية، ما يعطي أشكالها رونقاً وجاذبية غير عادية. النقاشات التي نقوم نشتغلها هي نقاشات إسلامية ونقاشات مغربية عن طريق ماكينة الروتر، وبالنسبة لماكينة الريزال نقوم بتشغيل نشتغل فيها الأفراح والمناسبات وأفراح ومناسبات التخرج وأعياد الحب. وإذا كانت هذه النماذج تقدم صورة لأحد فنون الإبداع والتشكيل والزخرفة على الأخشاب في تعز، فإن الصورة الأشمل والأعم هي نبض الحياة في هذه المدينة والذي يقرأ من خلال تفاصيل المشهد اليومي. هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم الحلقة القادمة ومواضيع جديدة ومتنوعة. دمتم وفي أمان الله. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته لنا. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته لنا.